بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم هنتكلم عن التدخين. بنلاحظ إن في ناس كتير مننا بتضيع حياتها وهي بتدخن ومش عارفة أضرار التدخين إيه. المفروض إننا كناس نحافظ على صحتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نحافظ عليها. قال تعالى: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. التهلكة دي يعني ايه؟ يعني الأمور اللي ممكن تضيع حياتنا وصحتنا. الصحة كلنا مأمورين إن احنا نحافظ عليها زي ما ربنا قال ورسوله عليه الصلاة والسلام. فبنشوف ناس كتير مننا بتتهاون في الموضوع دوت وبتصرف مصاريف جامدة جدا في التدخين من الجنسين، وانتشرت الآن موضوع الأرجيلة كتير أوي في الكافيهات وكده، وبنات وشباب وناس كبيرة وناس صغيرة. والله الناس لو تاخد بالها شوية من صحتها وتشوف المصاريف اللي بتصرفها في التدخين لكانت حياتنا كلنا اتغيرت. شباب في عمر الزهور وبنات صغار وناس كبيرة قضوا حياتهم إن هم دمروا نفسهم بالتدخين. معايا ناس بتشرب في اليوم الواحد مش أقل من 3 باكيتات أو باكيتين بمبالغ طائلة، وبعد كده بيرجع يشتكي من الفقر وبيقول لك ان حياته تعبانه. طب انت يا عمي اللي بتضيع حياتك بايدك وانت اللي بتمرض نفسك، ازاي واحد فينا بيقدر ان هو يعني عارف الصح والغلط وبيروح على الغلط بنفسه؟ بتشتكي من الفقر وانت اللي بتفقر نفسك، وبتشتكي من عدم الصحه وانت اللي بتمرض نفسك، وتتكلم واحد من دولات يقول لك يعني شو هنسوي ولا شو هنعمل؟ ايه الموضوع ده؟ عادي جدا. حاول تشوف عادات جديدة تعملها غير موضوع التدخين. ناس كتير بتضيع وقتها وحياتها في أمور في الآخر مش هتستفاد منها حاجة، وبعد كده بنقول ربنا سبحانه وتعالى السبب في اللي بيحصل لنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولو أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على قلوبنا وبيشوف اللي عاوز يعمل خير بيوفقه انه يعمل خير، واللي عاوز يعمل شر ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيساعده على الشر، بل بالعكس بيحذرنا منه. لكن ناس كتير مننا احنا حاطه في دماغها ان هو دي سكتها وده طريقها، وده غلط. المفروض ان احنا نحاول ان احنا نشوف ايه الصح ونعمله بصرف النظر، انما احنا بنيجي على الغلط وبنعمله بكامل قوانا العقليه، وبعد كده بنقول ربنا اللي كاتب لنا كده. ربنا عمره ما كاتب لنا حاجة غلط. إذا ابتلانا ربنا شوية فبنصبر، ومن ضمن الابتلاءات حاجات كتير. لكن إن أنا أروح أشتري سجاير وأشربها بنفسي وبعد كده أقول ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي، لا، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده أبدا. هو اللي قال لك إن أنت تضيع نفسك وبعد كده تجيك تلوم على ربنا وتلوم على الزمن وتلوم على الأيام. غير نفسك وحاول تصلح نفسك، وربنا سبحانه وتعالى يقف معاك إن شاء الله ويحاول يجعلك في أحسن حال. لما تغير حالك للأحسن هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى واقف جنبك وغير لك حالك للأحسن. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم أحمد المصري.